أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Speech Recognition و Signal Processing معالجة الصوتيات والتعرف على الكلام. قمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام بتحويل هذه الصوتيات إلى نصوص وإلى تكست، وذلك بالاستفادة من الـ APIs ومن المكتبات الموجودة والمضمنة بشكل مباشر في البايثون. وقمنا بذلك على أكثر من لغة وبأكثر من طريقة، إما باستخدام الكلام مباشر عن طريق الميكروفون، أو نقوم مثلا باستخدام فايلات مخزنة على الحاسب. أما الآن فسوف نرى كيف نستطيع القيام بتطبيق هذه الخطوات للاستفادة من APIs مخصصة لهذه العمليات، وفيها الكثير من الخدمات التي نستطيع القيام باستخدامها بالإضافة إلى التحويل إلى النصوص، وهي Assembly AI. نستطيع القيام بالاستخدام عنها، طبعا تحتاج إلى اشتراك في حال قمنا باستخدام الكثير من هذه الخدمات، ولكن بالنسبة للخدمات الأساسية فنستطيع القيام باستخدامها بشكل مباشر ولكن بمقدار محدد. فهنا إذا قمنا بالاستخدام عنها، تمام، الخطوة الأولى نقوم هنا بتسجيل الدخول، ففعليا في حال لم يكن لديكم حساب أن يقوم هنا بالخروج، ففقط عليكم هنا القيام بتسجيل حساب بهذا الشكل. بالنسبة لي لدي حساب مسبق، قمنا هنا بالتسجيل وسوف أقوم بالاعتماد على هذا الـ API بهذا الشكل. وهنا إذا قلنا الاستعلام عن Documentation فنرى هنا التعليمات التي أستطيع القيام باستخدامها بشكل مباشر وذلك من أجل القيام بالإدراك. مثلا نقوم بالذهاب إلى Authentication بهذه المعطيات التي أستطيع القيام بجلبها هكذا، هنا نقوم بنسخها بهذا الشكل. طبعا هذه الخطوة تسبقها العملية التي من خلالها نقوم بالحصول على هذا الـ URL الخاص بهذا الأوديو. فهنا مثلا يعني نقوم بالذهاب إلى Uploading Files، فنقوم أولا بالاعتماد على هذه هكذا، نقوم بجلبها بهذا الشكل. وهنا كما قلنا نقوم بذكر الـ API الخاص بي، يعني يقول مثلا API يساوي، نقوم بجلبه من هذا المكان ثم النسخ هكذا، ومن ثم نقوم بوضعه هنا، تمام. فالآن إذا قلنا مثلا بالاستخدام وذلك نسبة إلى ملف معين، فإذا قلنا demo فنرى هنا إذا قلنا التشغيل كيف نقوم بالحصول على هذا الـ URL الخاص بهذا الملف الصوت. وهنا نقوم بالاستعلام عنه نسبة إلى هذا الكي، فنقول مثلا upload URL وذلك لجلب القيمة بشكل مباشر، تمام. الخطوة التالية كما قلنا هنا، نقول هنا under submitting files for transcription نسخ هذا المحتوى ونقوم بوضعه بهذا الشكل. فهنا مثلا هذا الـ URL يعني نقوم بتخزينه ونقوم هنا باستخدامه في هذا المكان، تمام. ولا ننسى هنا أيضا القيام باستخدام الـ API الخاص بنا لنرى، فسوف يقوم بإعطاء بعض المعلومات الخاصة بهذه الفايل، مثلا الحالة الخاصة بها هي Q، وأيضا اللغة الـ URL. ما يهمنا فعليا هو الـ ID بهذا المكان، وذلك من أجل القيام بالتحليل والمعالجة من أجل القيام بالحصول على التكست. فهنا سوف نقول مثلا قم هنا بالمعالجة ونقوم بجلب هذه، طبعا هنا لا حاجة للقيام باستيراد هذه مرة ثانية هكذا. وهنا سوف نقوم هنا بذكر الـ ID الخاص بنا والذي هو من هذا المكان. إذا قلنا مثلا نقوم بالتخلص من هذه وقلنا ID يساوي هذه القيمة، وهنا نقوم بالاستعلام عنها نسبة إلى الكي الخاص بها وهو ID بهذا الشكل، من ثم نقوم باستخدامه في هذا المكان زائد ID. وبعدها نقوم هنا بالاستعلام، نقول مثلا API وبقية المعلومات أصبحت جاهزة لنرى، تمام. فإلى حد ما لا إشكالية وأستطيع القيام بالمعالجة، ولكن هنا الـ status هي processing فتحتاج بعض الوقت من أجل القيام بالحصول على النتائج. لذلك إذا قلنا هنا بالاستعلام فلدينا هذه الحالة، إما queue التي رأيناها أو processing و completed. لذلك دعني مثلا أقوم بجعلها ضمن توابع وذلك للسهولة. فهنا إذا قلنا مثلا قم بتعريف تابع وقلنا speech text، قم بإضافة الـ IP وأيضا file name بهذا الشكل، من ثم إذا أردنا القيام بالاستخدام فهنا سوف نقوم بالاعتماد على هذا الاسم نسبة إلى هذه البارامترات الموجودة بشكل مباشر. فنقول هنا يعني أقوم بإنشاء مربع جديد، فنرى هنا كيف حصلنا على هذه النتيجة الموجودة هنا، تمام، وهي كما قلنا process. لذا سوف نقول هنا مثلا قم برد مثلا text الموجودة هنا
بعد القيام بالحصول على status، فهنا سوف نقول مثلا قم بالدخول في حلقة شو، قم بالاستعلام عن status الخاص بها. فإذا قلنا status تساوي response json وهنا عند هذه الstatus، فإذا كانت مثلا مساوية ل completed فهنا return وذلك لهذه التكست الموجودة هنا، تمام. وإلا وعلى ننسى هنا الكولوم، إذا كانت مساوية أنا أقوم جلبها إلى error كما نرى هنا، تمام. فبهذه الحالة قم مثلا برد، نرى الآن إذا قمنا الآن بالتجريب ينبغي أن يقوم بطباعة هذه الصوتيات بعد القيام بتحويلها إلى نصوص، ربما تحتاج بعض الوقت كما نرى هنا. Hi, how are you? We are learning from ALH. قام بالتعبير عنها أنها ALS software إلى نهاية هذا النص. جيد جدا. إذا بهذا الشكل نستطيع قيام الاستعلام، وهنا نستطيع قيام مثلا باستيراد time من أجل القيام بالانتظار قليلا. فإذا قلنا هنا في كل مرة هذه time قم بسليب بمقدار معين ليكون مثلا ثانيتان، يعني أقوم بالتجريب على ملف آخر، فهنا أقوم بجلب هذه وأقوم بجلبها في هذا المكان، وهنا سوف نقول مثلا demo now لنرى. نحتاج بعض الوقت من أجل قيام المعالجة وإتمام العمليات. نرى هناك فقام بجلبها في هذا الشكل، وإلى حد ما هي تعمل بكفاءة عالية كما نرى. وأيضا هنا إذا قلنا مثلا قم بالاستعلام على هذه languages، فنستطيع هنا القيام بالذهاب إلى specifying languages وهنا اللغات المدعومة كما نرى. فبالنسبة للغة العربية أعتقد يجب علي القيام بتطبيقها، هي غير موجودة الآن، ولكن إذا أردنا القيام بكتابه language code فهنا نستطيع القيام بكتابتها عندما نقوم بإدخال URL بهذا الشكل. فهناك الكثير من الطرق والكثير من هذه الخيارات التي نستطيع القيام باستخدامها عن طريق استخدام هذه الـ API. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. تعلمنا ورأينا كيف نستطيع القيام تحويل هذه الصوتيات إلى نصوص للاستفادة من هذه التعليمات التي قمنا بجلبها بشكل مباشر من documentation، ومن ثم قمنا بالتطبيق عليها بهذا الشكل. شكرا لكم لحسن استماعكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.